استعدادا للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، تغلب المنتخب البلجيكي وديا على ضيفه تشيكي بهدفين لهدف في المباراة التي غاب عنها نجمه إيدن هازارد المصاب. وفي مباراة ودية أخرى انتهت مواجهة المنتخب المقدوني بضيفه التركي بالتعادل السلبي. على ميدان الملك بودوان في العاصمة بروكسل، دخل المنتخب البلجيكي وديته مع ضيفه التشيكي في غياب نجمه الأول إيدن هازارد المصاب. لم ينتظر البلجيكيون طويلا ليطرقوا باب الجد، وأولى المحاولات كانت بتمريرة عرضية من ناين جولان لم يثمنها روميلو لوكاكو. هجمة أخرى للبلجيكيين قادها ناصر الشادلي، لكن تمريرته مرت دون تأثير على مرمى الحارس التشيكي توماش فاشليك. عرضية بلجيكية أخرى بقدم كيفين دي بروين، كاد روميلو لوكاكو يترجمها إلى هدف السبق. وحيث فشل سابقوه، نجح ميتشي باتشواي في زيارة الشباك التشيكية بهدف في الدقيقة 25. لم يدم التفوق طويلا، فقد ارتكب كيفين دي بروين خطأ في منطقته، كلف منتخبه هدفا أدرك به ميخال كرمنتشيك التعادل. لكن مروان فيليني دون اسمه على لوح التهديف، مضيفا الهدف الثاني بالرأس لبلجيكا من ركنية في الدقيقة 52، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لأصحاب الضيافة. ميدان فيليب الثاني في العاصمة المقدونية سكوبي احتضن مواجهة ودية أخرى بين المنتخب المقدوني ونظيره التركي. فرص المقدونيين كانت أكثر خطورة. الشباك التركية اهتزت في الدقيقة 19 برأس دانييل مويسوف، غير أن الهدف ألغي بداعي التسلل. في الدقيقة 53 لم يتردد حكم المباراة في إلغاء هدف آخر لمقدونيا عبر إزجيان أليوسكي بداعي تسلل أحد زملائه. جهود المقدونيين لم تتوقف، لكنها اصطدمت بتألق الحارس التركي فولكان باباكان لتنهي الصفيرة وقائع المباراة على وقع التعادل الأبيض.